لهم يا يدين غانم تنين غدا إن غين ولهم. الطريق شوية صعيبة دابا اللي وصلنا ليه. في الحلقة اليوم غنكتشفوا ملحمة تاريخية، معركة تازي زاوت، واحدة من أشد المعارك اللي شهدتها جبال الأطلس بين القبائل الأمازيغية والقوات الفرنسية سنة 1932 ميلادية، واللي كلفت المستعمر خسائر فادحة في الأرواح وفي العتاد. المعركة شارك فيها كل من قبائل أيتحيا، أيتسخمان، إشقيرن، أيتحند، زيان، وأيتسحاق، بقيادة البطل الأمازيغي المكي أمهاوش والإخوة ديالو. تازي زاوت كتواجد في منطقة جبلية كثيرة الصخور والغابات الكثيفة اللي شكلت الحصن المحصن الذي أوى إليه المجاهدين آنذاك. بالأسلحة البسيطة التقليدية المعركة خلفت خسائر كبيرة اللي ما يمكنش تقييم ديالها، وطول مدة الحصار واستعمال الفرنسيين للطائرات فرض على البطل المكي أمهاوش بالاستسلام. ومع ذلك هذه المعركة لم تنل ما يكفي من التعريف والتثمين سواء في المقررات الدراسية ولا في الإعلام، الشيء اللي خلاني ما نترددش في الزيارة ديالها والاكتشاف ديالها معكم. بسم الله. وش غنى كريم حيين هو مانك جو ساقل دنا رقول استرخوا ساي أثنى نسي داغرون ومكن من نقال الرق واحد السيد كيسول على الطريق. راه هو فين داير البغل ديالو. يا ربي امين. الطريق شويه صعيبه دابا اللي وصلنا ليه. انا كنت جاني تشيني جموس انا كنت جاني تشيني جموس
ايوا شي شي العساسة شوفوا سبحان الله على طبيعة وتاني في البلاصة الخيرات يا صعبية اللي لغتها ما انت شو عبوية صعب هل غاية كي نغزل شو نشربو دابا ونكملو الطريق ديالنا ها زيت ساسين جات نضغط اللي زوج ولي كي ناخر شو شجرة ديال البعويد لينغاس الله يعطيك الخير بسم الله احنا دابا تقريبا الاخوان اربعه ديال السوايع ديال المشيه هي في الجبال واحد الطريق صعيبه بزاف انا راه راكب دابا جيتها تقريبا كامله راكب على البغله وعييت فما بالوك كون على رجلي وحمادو عليك كنقول لهم طلعوا تركبوا الا بغيتوا ننزل شويه وطلعوا واحد فيكم يطلع ما بغاوش قال لك حنا راه مولفين وفعلا هما مولفين هما طلع ديال الجبال عندهم كيف والو ما ماشي شي حاجه زعما تبارك الله عليهم والله ومنين طالعين راه من التحت تحت داك الكوري راه هو اللي كيبان ما تنطلع ونشوف الى لقيت الريزو ونشوف لالتيتود شحال تقريبا في ديك تازيزاوت شحال تكون باش نشوف شحال طلعنا مولف نقول الراي الخوان كنقول على هاد البغله هادي وكنحشم زعما راه ماشي انا مولاها هزيج اللي كيديروا في الطريق ملي كيكونوا طالعين للتزيزه بهذا الموسم هذا المعنى ديالهم الله اعلم انا كيفهم الامازيغي يشرح عاود عاود رابحه أتي غزة ورون سبعة انت نزل وجه فودين وزاع وبادي زفو وعلي سلي ودش فهمت الدير غي ذهبت تيميزر هما المدن ولا البلدان ولا القرى ولا يا
حاشاك صافي خذ ذاك اللي راجي هنا حاشاك عزك الله ماني عاجي انا واش قصيده هذا ما تجيب النخب تبارك الله اوه فما تسمي تسل ذلك غير تسل ها ها تسل ايش نسل بيدا انا غالي نخلا خدي جاي مرة سلم لبنى جال نعمار نخلا ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك عطسي جاية عطسي هالتنتين سوا مو عاد ما عجز عن شر هو جريز لا والو أصير يوم هنا أنا قمت كمان صحت كنا عمل بعد هذا أصلاً صرت قدرت له إنت إنت هرنا ر ورا ر أم استنى ما يبارك ما لا تسمعوا قيمة قيمة لا تسمعوا رحم الوالدين آمين مجن مجن قيرة أما الناس هذا ما نعرف منين جايين ر ر ر ر ر شوفوا فين وصلنا دابا شوفوا على علو اول مره في حياتي نطلع بحال هاد الجبل هادو وبغل الطريق هذه كامله باش نكتشفوا الطقوس اللي كدار في هذا الموسم هذا ونكتشفوا القصه ديال هذا الموسم هذا البغل زعما كيبرد الغداء في الجبال
والله الا كيبرد الجنون في الجبال. شوفوا كيفاش طالعه في الطريق اللي طلع دابا، راه ما يمكنش. هنايا كاينين شي معتقدات عند الناس ديال هاد القبائل ديال يتعمر، بزاف ديال الحوايج كيامنوا بهم، واللي هي كتعتبر شرك بالله للاسف بسبب قله الوعي عند هاد الناس هادو. من اين مدينه جيت اخويا؟ من اين بلاصه جيتو؟ جي خنيفره ياك، حدا خنيفره القباب. كتجيو كل عام لهنايا؟ لا مره واه بعيد هاد الطريق. وجيتو على رجليكم دابا؟ الله الا تبارك الله عليكم. خمسة سوايع دابا وانتم طالعين مع الجبال. تبارك الله. ها ر كان واحد الخزين هنايا قال لك ديال هذا الموسم هذا، كانوا كيديروا فيه كل شيء، كيخبعوه داك الماتيريال باش كيبداو الموسم. قال لك دابا راه هرسوا شي واحد. شنو وقع؟ شي واحد راه حفر هذا البلاصه. البلاصه دابا كيجيو الناس كيقفوها ويصليها ويريحوا باش يريحوا مع راسو شويه تكا باش يحفروا. المشكل جا شي واحد راه حفرات ما عرفتش واش داو شي حاجه ولا ما داو شي حاجه. الله يوفقهم الحق. حول الله هذيك التعاود وانا اللي تقزن بعدا سي فيها تركين في سبيل الله ستك اذا شغل تم ضرب في عوجة في فرق هذا في فرق صغيرة هذا اللي تيجي الجوانس علاش؟ شو ما يا صاحبي الناس كيجيو منا من بني بالله تدلا خني فراق قريبيا كيجيو يا صاحبي يزورو هنا وشي سي واحد تيحفروا شو ما صاحبي عيب وعار. عيب وعار اخويا. احنا بدينا كنقربوا شويه هذا الموسم هذا، راه ما معروفش كاع في المغرب، والطقوس اللي كدار فيه راه ما معروفاش نهائيا. راه حتى شي واحد كنظن ان الناس اللي كيتابعوني قليل بزاف بزاف اللي غيعرف هذا الشيء هذا وهذا الموسم. السلام عليكم. نعم هما كيطيبوا هنا العيالات كيطيبوا الكسكس. هنا الناس دايرين واحد الاكواخ ديال الحطب، وكاينين اللي دايرين لي طونط هنايا، هما حتى لي طونط كنديان هنا. الله احنا وصلنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا
ماشي مشكل هاد الناس ناس غادي تسير انا 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 واحد الجو غريب. بسم الله ما يعطيك الخير. الناس يالله جاو. السلام لا اله الا الله محمد رسول الله كيجيو بها الطريق كامله. دابا راه شي قبيله جات جديده. الله يعاون. يعطيك الخير شكرا جزيلا الله يقبل. ها هي البقره اللي كيذبحوا جوج بقرات هذه غتذبح غدا ان شاء الله. ها قاعد عند غياده انتوا عجوا هي انتوا عجوا هي خصوكا سافدنا ويتشافوا ناس اسوكا سافدنا غير في الغزال
انت حذر ان جمع شلا اللي انت غير تخدمات وشاد محسنين شلا سنق بجربي واحدين مشان شذا سنق بجربي سنق خمسة ربي جغل ما يدك ويدان ثلاث غلط خذ ست خذ برا انت على انساك وني كان اذا غلط حتى حيد زايا صلبي انا الحمد لله ربي نشرات منك ويدنا لك ويدنا شلا ربي سلمان ان شاء الله يا غير سلموا جانا ونا لك ويدنا مرحبا سهايي اللي مقدمه يجيك مزيزاوت ونا لك ويدنا مرحبا الله يبارك فيك انت مطشن وهنو هنو انت عجوم بدا كنت تقول انت عجوم شنو غصب انت قلت لنا ويتافولاس عاد الكل هذه تبجاني موسم دا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمين. يسر ربي سيدنا. أمين. يعاون مودانا. أمين. يسيب شلبي الصح تزدد. أمين. أكل صل مودانا. أمين. تيخد فلبيخ في الجواد. أمين. أكل ربي ديز ما يسود ينوس. أمين. أكل شتخوفن. أداس يا ربي تيسولاد خير وفوس. أمين. يا سيدي كان يلوم من دا كان المجاهدين ألتم سلغان فقوت من ربي نتنيد يلومين ألتش صادحا سجل عيدا نفض إلا ذكور إلا كونتاد إلا السلاح ألتم واتنا ألتش فطان ينسلمن أبوتيني خطفطان أتين صادحا نتكي ربي البركة سيدي ينصر سيدنا تقول صادحا نمدن هات ذات عودون أذغال الناس موت نمدن خبود من ربي خبود من ذا إله إلا الله محمد رسول الله هذا السياق ربي يمان خبود من رسول الله تقول تنسى ربي سيدنا حتى انت عودو يمشي خويا سقواس يقول ما يتصادح نمدن حتى انت عودو نمدن يمشي تقول هذا شمد ربي خبين سلم الجميع تقول هاتي انت انتظر هانتي فوناس هل ستقح في ربي أمو ناد يوين أمو ناد يوين كل شيء تشافى إلا نوامد إلا واتاج إلا الطعب والإحساو ديال الخير اللهم لك يا إنسان ربي سيدنا أتعاون ربي مريا سيد ما تقفش شمد ربي يا سيدي يا ربي الله يبارك فيك إنسان ربي سيدنا يا ربي سيدنا شكرا بسم الله
ها الخيرات اللي كيطبخوها هنا. ها الخيرات اللي كيديرها تبارك الله هنا. كاع الخيرات تبارك الله. السنان. السكسو. شوفوا تبارك الله على خير. تبارك الله شوفوا الخيرات تبارك الله كانك افسد لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله خاتالي نايت الوم يا يدين غانم جنين غدا ان غين ولوم ساري تعودي الوالدين غادي تعودي الصالحين هذي انت جو كوسكو ساري تزو مجرين غنياي موت ندا مين تيني المجاهدين مجرين غنياي موت ندا مين تيني المجاهدين هذي انت زو كوسكو اسي بلدان وعرا وعراغي بلدان وارو يا بليل وارو لا اله الا الله محمد رسول الله علي يا رجال مساشين والسين يا ودياتي لا اله الا الله هذي انت مكير مساشين شوف ثلاثة ديال العامات وحنا كنجيو خاصنا الريزو خاصنا الضو خاصنا الطاقة لا ما كانش حتى الريزو خاصنا الطريق خاصنا الطوموبيل في الرجل الكبار ما كنقدروش نمشي يجيو كاين دابا الناس في الدوار قالوا لك بغينا نمشي بغاو يجيو ولكن ما كاينش الطريق ما قدروش 15 كيلومتر ولا كاملة جبال عرفتي عقبالي شحال جبنا من الطريق صعيبه الطريق عرفتي كيجي المقدم كيقول اش غادي انا لا تقدم الله يبارك فيك قدامي الخيرات تبارك الله بارك الله عليك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الموسم ما بدا كوس 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 كان انت واش نكون حتى نتبحر تكون هناك نكون هذا نصاف دي جي ساعون دور الفاتس يعني قاعده ولا حتى كنا سوت حتى كتسوت
يا خدافيها نبي رسول الله في ساعة من ساعة الله يا حضر فيها في رسول الله. هذا هما الأكواخ اللي بني الناس كيدوزوا فيهم هاد الثلاث أيام ديال الموسم. يغشتمي زال تخدري دير لي رجيك زمودو ولا من المغرب شري تراخد المغرب اللي عندي والدين جوالدين غير موتن دام موتني عري من تحت نزيت ما زلت غنجا جيني وخو بدا والد جات جيتني جعوالي تمتاتنا ديك ساجحن ساجحن غير انت ما زلت على نجوع جوا الغلنا غير تعجون جوالدين عندك دا ديال سوق الزغنديت وليد نكوني شنو مدير نادي الجال الزغنده فين جات خاتو كاين وامال اقبلوا تخندا يقولوا لي كي ولا كل كيكو امي وليدي الناس يون عندنا وجبه هاي من جود انت اش مخلي داك النقد تنشري يانو قدام دينا الناس ربي نجوت تظلي مشرات رشات رشعات تفضمي منو غباجو ايه ربي تخيل الجون فضلي منو غباجو تظلي شرات رشعات اجي نسافر لا تفضل برمنصاص هاي مان جا الناس السوق مرحبا المجانا جا ندوامال هاولا كيكين اجي منال تاهي منال زرنا اللي زرنا موسى مموال سبحان الله صافي عاتو كنت شانت حلال هاي الناس صحان انا غنسيب هاي غنوصل الناس حل اي الناس سمع عاتو تخيلنا نسمع ودي جسر ندير اي الناس سمع اي الناس ختيني مدني حقا وصحال نشوفو شنو غتورينا رابحه هنايا هاني فريد جاتي نضرب هذا عندي ناس جانا مدني فلي وكان روح من الوالدين وانا ناس نجي في الجوية تيري مشي اشرف انتظر التشريف مرة حسن استاذوت وجي ناس الوصل هذا استغوجي علي قلني مي الواري مشى من الباب انا ناس جاي تشاف وجالي يخص انتظر طالت فروف ورا تفروف ورا هذا يخسي وجالي هذا ولا مثلا مدين وما وراش تني غيد وما تشاني اوكي هذا هادشي نفس تقريبا اللغة هذا شي قبر ديال من رابحة؟ ها؟ شي مجاهد ياك؟ مجاهدة مجاهدة يقول لها منها تحس الحظ غينا يموت من دار ونجزيها شنو هذاك حط الشمع؟ الشمع تتزور مدن الشمع الفلوس السكر هنا غينا شاي زوري المهم تجينا مدن مزود نسوينا وفان يجي مزود هذه تجي غير المسار انت الزاوية لما تقدم وهران ده اسمه تلقايا يا سيدي هذا سيسعى من الزاوية هذا الكا الزاوية يا ويش مع الزاوية يا ويش كل غي يا وين هذا غي تعمر الزاوية يا ويش هذا اسمه تلقى غرام الزاوية أوكي أنا هنا تجينا يا كيف ما شفت راب حطت جوج شمعات وواحد طوفيطة المجاهدة سبحان وكاين اللي حط هنا جوج دراهم درهم ها تبارك الله سكر تبارك الله المجاهدين هذا غير شرب بس البركة نسيان هنا هذا الشيء اللي كيديروا الناس ديال هنا هذوما التقاليد ديالهم والطقوس اللي كيديروا في هذا التزيزات في هذا الموسم هذا انا غير كنقل لكم الصوره راه يعني بلغت لهم شنو كاين بلغت لهم الرساله ولكن هذا الشيء يعني كابرين عليه
يسعون لي نوران سرميكا غلطي قلتار غلط الطاقات وني غني شا اجد مسعود وسوينا يوفا نكون هذا غلط حد الحيط لمس شين هذا نسرب بس اذا هنا شوفوا انتم الناس جايبين هنايا صوف درهم كاين اللي حط 10 دريال كاين اللي حط تمره الفلوس تبارك الله غريب هادشي والله اول مره صراحه نشوف هادشي اول رمضان هسا المجاهدين اللي غاتنا كذا هادو كاملين مجاهدين المجاهدين هادو عيالات ولا رجال الله اعلم الله اعلم جينا لهنا صراحه دخلنا الاجواء زوينين الجو زوين صح المناطق زوينين خاصهم غير الضوء الريزو وجينا لقينا هنايا الناس ناس الشوالي وانفقوا المهم ما عرفتش والعام الجاي غتجي لهنا اصبقى يجيك ان شاء الله لما مازالين حنا في الدنيا غنجيو لهنا شحال من عام جيتي هنا شحال اول مره ولا هذه اول مره جيت لهنايا صراحه الاجواء زوينين الجو زوين وغتباتي هنا غنبات هنا حتى الغدا واقيلا نمشي ان شاء الله كتهضري مزيان بالعربيه دارجة برافو عليك وشنو قالوا لك والديك على هذا على هذه البلاصه قالوا لي بلي كاينين الناس زمان هنايا كاين ما عقلتش صراحه قالوا بلي كاينين كان هنايا واحد الحرب ما بين الناس اليهوديين ولا ما نعرفش النصارى كاين الناس هنايا الامازيغيين كاينين تماك الناس ميتين الامازيغيين من زمان المهم جينا نزوروهم وجينا هنايا كناكلو هنايا كنشربو كندوز واحد المده هنايا ثلاث ايام ولا اربع ايام المهم على حسب المهم وكنرجعو لديورنا ناشطين فرحانين ناشطين فرحانين على الكيك وكدعيو هنا بغات شي دعوة يا ربي جيب لينا الخير احسن حاجه اللي يطلب يطلب الخير والجنه للجميع ان شاء الله جميع المسلمين جميع المسلمين المسلمات الحين والصالحات وكنتمنوا نزيدوا القدام ان شاء الله ان شاء الله الله يخليكم حتى نتوما ترجعوا لهنايا مره اخرى ان شاء الله زيدوا وتزيدوا وكنتمنى لكم الخير حتى نتوما اللهم امين الله يبارك فيك مرحبا بكم الى جيتوا لانفقوا الله يبارك فيكم جيتوا لجي اخرى مرحبا بكم الله يكبر بك تغدوين ترغيس تمالوت اغدو الشعوالي اغبله عاد مولاي حماد هو هي المجاهده شاعلين عليها الشمع دابا بالليل تسليم ياك تسليم انا شرا مزيان انا في سمو هذا على عيوني مو راس عدو وانا كوس ألم يكن طغدا ممن جئتمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على بسم الله بسم الله غراوة 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 سرات يا ورديك سودي لا لا يلا نطلع هم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وبيوم الآخر وما هم بمؤمنين
ادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفق الله العظيم. الله يعطيكم رضا. الله ينوركم. صدق الله العظيم. بارك الله عليكم.